Wa wa ni wengi miongoni mwetu ambao hawajui ama hawaelewi kwamba kuna tariq adhab anamu planet x ambao mitajwa katika quran na sunna nataka niwabainishie hakika ya kukuweka bil adhab kutokana na quran na suna na kuwatolea dalili za kutokana na quran na sunna na dalili za kiscientis الله سبحانه وتعالى سورة الدخان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا أن العذاب إنا مؤمنون إن مؤمنون أنا لهم الذكر قد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون صدق الله العظيم هي نكاتكا سورة الدخان نكتك سورة الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى كاتكا سورة الدخان نسميكم بقونا ادابو ادابو يو 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 نا تسبب بيشي عذاب وين يقوم ربنا أكشف عنا العذاب إن مؤمنون وتنجيك كتكو إسلام ووتة. نأيو كوك بالعذاب نكتك زما زمويشو تتقية حديثنا رواية عن الله صلى الله عليه وسلم ننجي تفسير كثير asema duhan masdarahu sama kwamba uh, dukhan inatoka kutoka mbinguni na hizi baadha ya klipu ya video ambao watu wamechukua kwa kamera zao na wameona mambo ya ajabu na mambo ambao si ya kawaida kuonekana mambo kama haya yani mwezi jua mbili zinaonekana katika anga za ardhi na klipu nyingi zimeonekana mambo mengi mengi ya kiajabu ki ajabu, ajabu. ابونا كوكب العذاب النجم الطارق بلا شك قد قران فيها الله سبحانه وتعالى عليه سيما بسم الله الرحمن الرحيم فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحاب فلا يستج فلا, فلا يستعجلون فويل من الذين كفروا من يومهم الذي وعدهم صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى قد تدّيكم وليو ولي كفيري عذاب كما وليو تنقولي قبل يا قوم فرعون وعاد ونوح وولوط نا هاو نيوات وزام زموش وانبو وتتجبرنا وتتكبرنا وتفلت الطغيان جي وابغونغ وارضي بس يو عذاب يتوافقيا كما وليو وافقيا قبل يا ولا يستعجلوا ويعني وصفني هراك هاو مكافيري نا سيكو يا وانبو وامي أحيدي وانا الله سبحانه وتعالى نا هيو نيو كوكب كويك بالعذاب أنبو يتوافقا نا تانغاميزا واو دول الكفر والطاغوت نايتا سابيشا خلافه الاسلاميه. اما كاسكا تفسيري عن بوهم ابن كثير عن بوهم سما دخان يا توكانا مصدره السماء دخان مصدره السماء. نا ابن عباس حبر الامه كاسكا حديثي انا ترجمان القران عن عن ابن جبير عبد الله ابن مليكه قال غدوت لابن عباس ذات يوم. وقلت ما نمت اليوم حتى أصبح أصبحت قال لما قالوا أطلع الكوكب ذو الذنب فخشيت الدخان قد الطرق فما نمت حتى أصبحت هذا الحديث صحيح الإسناد أخرجه الحاكم في المسند على الصحيحين والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ترضخ رؤوس أقوام بكويكب من السماء لاستحلالهم فعل قوم لوط وفعل قوم لوط يعني هو استحلال الرجال للرجال انا يعني واليوم اميونجيزا وناكي كواناكي يعني متومي صلى الله عليه وسلم قد كي حديث لا تقوم الساعة حتى ترضخ رؤوس اقوام بكويكب من السماء استحلالهم فعل قوم لوط يعني ها واتو hawa kiama hatosimama mpaka kuna watu ambao watahalalisha nikaha ya mwanamume kwa mwanamume mwenzake na wanawake sasa wamehalalishiwa pia mwanamke kumua mwanamke mwenzake hiyo ni kauli wa ya sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna adhab itakuja yafikie watu ambao wamehalalisha mwanamume kuoa mwenzako na hii mwanamume mwenzake ونوم قواننا قوانا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمة قوم يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وإذا كان كذلك فارتقبوا عذاب قوم لوط أن يرسل الله عليهم حجارة من السجين ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هي من الظالمين ببعيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحمد لله رب العالمين. اثر كتكا سيرة زنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم من ينجي عن بوز ام صلى الله عليه وسلم كوسو فتن اخر الزمان توكان عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف. قال ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا رأيتم النساء ركبنا السروج وكثرت المعازف وفشت شهادة الزور وشربت الخمر لا يستخفى بها وشرب المصلون في آنية أهل الشرك من الذهب والفضة واستغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال فإذا رأيتم ذلك فاستنفروا واستعدوا إذا, إذا هوى kwahiyo tafsiri ya hadithi ambao waliotokana na abu hureira radillahu anhu kwamba mtume atuendezea ishara za akhiri zamani na ile adhabu ambao ya watu ambao watapatikana nayo ahiri zamani na sababu zake asema mkiona wanawake wamipanda juua matayni wamepanda stage mkiona wanawake wamepanda stage amekusudia madisko na ma na na wanaume kutosheka na mwanamume mwenzake na mwanamke kujitosheza kwa mwanamke mwenzake kwa kiragaba ya kijinsia na shahada ya urongo kuenea kutoa ushahidi wazuri na tembo kunwa watu kunwa tembo waziwazi wazi wazi bila kujificha na waislamu kufuata waishirikina kutumia viombo va dhahabu na fedha kwa kwajili ya kula basi mkiona alama hizo basi mgue chonjo kutokana na adhabu ya jiwe ambao litawashukia kutoka mbinguni ambao ni kitatoka mbinguni na hakika ndugizanguni tushafika katika zama za mwisho na ayat lidraki ishapatikana adrakat hamsu lamar wasayasbuulailnaha wasatashruku shamsu min magharibiha idrak ni aya kaunia ambao ni jua kuovetek mwezi na dalili yake kwamba mwezi wa fura unaona mwezi kila mwezi unavoangalia unaona ni mwana wa siku tatu ama siku mbili نا مويزي واتيميا كابلاس كوزاكي نهيون داليليا كومبا يوالي موفاتيك مويزي نهى الله سبحانه وتعالى سيما كلا والقمر والليلي اذا ادبر والصبح اذا اسفر انها لحد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر صدق الله العظيم. امتومي صلى الله عليه وسلم سيما من امارات الساعة انتفاخ الأهلة اللما زاكييما ني كفورا كما تنفونا ميزي فورا hadha wassalamu alaikum wa barakatuh. tafadhali kama umependa hii video share na usubscribe upate kupatikana ku, faida na kujua video mpya ikitokea wassalamu alaikum wa barakatuh.